صحاب في السنين. ثقة لي تعطي ثقة في حد ناحيتك أصحاب سوء الكل بقيت وحدي ها تقولي روجي وحكاولي ولما بالله هي كهو يعني تصدق في العبيد أنا خاطر ما نصدقش العبيد ما على بالي بهم آخر همي لعبي لا مش صدق العبيد. الإنسان يمر بثلاثة مراحل في حياته اللي هو يتأمل ويتعلم ويتغير. أنت وين وصلت في المراحل الثلاثة هذوما؟ وصلتهم الكل ما أنت سكرتهم الثلاثة صحيح سكرت كل حاجة يعني تعلموا من يعني تصير إن نتعلموا منها. بي في مرحلة التأمل كيفاش تأملت؟ ريت عجيب وغريب. أحكي لنا عجيبة من هالعجيب. كيفاش برشا هما ميسالش اخترنا واحدة هكية بقات في مخك وصعيب معتها كنت تنساها. كذب العبيد مثال بي وكيف تألمت؟ تسمع حكاية ما صارتش منها يعني يبدو يكذبوا عليك في موضوع ما صارش منه جملة يعني. شنية تعلمت من الحاجة تذوما؟ أنا تعلمت ما صدق حد مهما يحكيوا عليك يعني ما صدق حد خليهم يحكيوا. سمعت ساعات حاجات على روحك أنت بيدك في بالك شبيهم؟ برشا حاجات سمعت. أكثر حاجة سمعتها وقوم قعدت تضحك عليها برشا؟ نعرفش مثال ضربت بروف وانا ما ضربتش هذه تنجم تتعدى بها بقضية معناتها تحدى رابور في الليسي وانا في بالي بشيء. وشني عملت وقتها؟ ما عملت شيء تنحن بعد مشيت لبت منه سميع وتنحن الرابور. هاي بي وشني اللي بدلته في المراحل هذوما؟ شني الحاجات اللي تبدلت فيك؟ بدت فيهم ناحيتك أصحاب سوء الكل بقيت وحدي. وهو مازالوا فما أصحاب أبار أصحاب سوء بتبيع أصحاب في السماء. شو معناتها أصحاب في السماء؟ أصحاب في السماء فماش أصحاب في الوقت هذا فماش أصحاب. أكثر إنسان قريب لك شكون؟ أكثر إنسان تحكي له كل شيء تفرغ له قلبك إذا اللي متقلقة تحكي معاه؟ ما نحكي لحد نحكي للروحي نحكي مع روحي ما نحكي لحد. كان يقولوا لك شنية نصيحة اللي تفيد بها غيرك باش ما يتيحش في نفس الغلطة اللي غلطتها انت شنية تقول؟ ثقة لي تعطي ثقة في حد. عطيت الثقة انت قبل؟ ثقة في روحك ما تعطي ثقة لحد. ما زلت فما ثقة تويك زعما؟ شوية مش برش صعيب هي تعطي الثقة في عبد اما هكا مش بالسهل هي تتعطى الثقة. كنا نحكيو على علاقتك مع أمك. علاقتك كيفاش مع أمك؟ هي معانا طويك نورمالمون بي دونك تحس انه علاقتكم علاقة اصحاب؟ خواتي يتعاركوا ديما يتعاركوا هكاك انا وامه ما نتفاهموش عبارة خوات ما يتفاهموش ديما متعاركين. هذيك هي علاقة الخوات في الدار حتى على مريول نجمو يتعاركوا. فوالا انا فوق الحوايج وكيك نلبسو ديجا يعني مع بعضنا فما مريول يعني مثل الحوايج اللي يجيو قادي نلبسوهم مع بعضنا. كيفاش وصلت المرحلة هذه مع امك ولا من اللول هي سنستك انكم انتم اصحاب مع بعضكم؟ ها مش من اللول من اللول كان كنت خاف منها وكل فهمت اما طويك ليه ولينا عبارة صحاب خويت عبارة كل ديما يتعاركوا على أي حاجة. وصلت للمرحلة هذه في التغيير؟ في التغيير ولا في التعلم؟ في التغيير. في التغيير معناتها كما أي طفلة تونسية كنت حتى مجال الاحتياط بينك وبين أمك هكاك بالضبط. مرة هكا حكيت لأمك وجاتك شليكة مثلا هكا من البعيد ولا ليه؟ ما كي مثال تسمع حكاية يعني كي تسمع حكاية مفيقة بيك مفيقة بيك كم ضرب لي تاع اي بي هاني مصدقتك ما بكيفي معديتها ها تقولي روجي وحكاولي نقول ما بالله هي كهو يعني تصدق في العبيد انا خاطر ما نصدقش العبيد ما على بالي بهم اخر همي العبيد اما ما هكا تقولي العبيد لما يعني ما تعيشش بكلام العبيد فهمت
يعني ما تسمع مني أنا، ما تسمعش من العبيد. فما ثقة بينك وبينها؟ إي. نسبة الثقة بينك وبينه من قديش؟ 70% كيك. و30% الآخرين من مشيوا؟ نعرفش. مازالوا في طور النمو يظهر. مازال بشوي بشوي. بإيش نية تحب تقول لها؟ ولا منا. تحبش هكا تقول لها حاجة؟ بما أنكم أنتم ديجا قلت لي خويت وصحاب وكل شيء. ما قولها ما عش صدق العبيد، ما بلي ما عش صدق العبيد.